ضيفتي النهارده اللي منوراني وانا متشرفه بيها في استوديو كلام البنات، الست نحمده. الست نحمده سواقه الميكروباص اللي يعني صافحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته في العاصمه الاداريه الجديده، واهداها ميكروباص علشان تشتغل عليه ويكون بتاعها وفلوسها ليها ولولادها. خلونا نقرب اكتر من الست نحمده ونعرف حاجات كتير جدا. الست نحمده منورانا في يعني منوره مدينه الانتاج الاعلامي كلها. يا رب يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام. 6 مليون راجل، يا رب يخليك بجد والله، يا ست زي القمر وشيك ومليون الف راجل، يا رب يخليك. ربنا يقويكي بجد. هنتكلم بقى عن حياتك وعن تفاصيل حياتك وحاجات كتير، لكن خليني في البدايه عايزه اعرف كواليس مقابلتك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتفقد المشروعات في العاصمه الاداريه الجديده. هو سيادة الرئيس قابلني في الشروق، وهو بعد ما خلص في العاصمه الاداريه الجديده كان رايح في منطقه سكنيه رايح يفتتحها، وبعد كده قابلنا على الطريق. يعني حتى انا ما تخيلتش لما قالوا ان سياده الرئيس في المنطقه دي، انا ما تخيلتش، لان انا عارفه يعني ايه يكون موجود مسؤول بيبقى الطريق كله متامن. ما فيش حد في الطريق، انت كنت ماشيه عادي ما كانش في اي حاجه لا خالص. لا لا، ما فيش اي علامات تدل ان في حد مسؤول في المكان ده. فعشان كده انا لما قالوا انا ما اقتنعتش. لما شفتيه بقى، لما شفته ايه بقى اللي حصل لما شفتيه؟ احكي لي. لا انا اصلا يعني لما شفت حضرته انا كنت في حاله تانية، اللي خلتني لما شفت حضرته انا اطمنت شويه. الموقف اللي هم او الطريقه اللي حصروني بيها مرعبه. انت كنت مثلا في واقفه في الموقف وهو عدى، ولا يعني لا 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 لا. كواليس اللي محدش بقى يعرفها، يعني محدش يعرفها غيرك، انت شفتيه ازاي؟ هو نادى عليكي انت اللي يعني احنا شفناك انت في الميكروباص وقلت له انزل، قال لك لا خليكي. لا خليكي. هو انا لما كنت طالعه الكوبري بشتغل على العربيه بالمرايات، ببص ورايا عشان اخد يمين او شمال عشان اعرف اتجاهي فين. بص لقيت ورا مني عربيات كتير وقايدين النور الساعه 12 وربع الظهر. فعرفت طبعا شكل العربيات، ده موقف بتاع مين الله اعلم، في حد مسؤول، بس انا ما جاش في دماغي ان حد مسؤول قوي، لان العربيات ما فيهاش اي علامه تدل ان في حد مسؤول. ده زياره حد ايه؟ حد يعني عادي من الوزراء او كده، مش الرئيس. لا ده حتى من الوزراء احنا بتقطع عيشنا في اليوم ده خالص. يعني الطريق كله بيتقفل، اقعدوا انتوا على جنب لحد احنا ما نعدي. فيعني لما حتى بقول حياتك لما قالوا ان سياده الرئيس موجود في المكان ده انا ما اقتنعتش، انا شغاله عادي يعني ما حدش يقطع رزقنا في اليوم ده. لغايه لما شفتيه دخلت الثلاث الكوبري شفتهم، فانا مش عايزه احط نفسي في موقف، لان اما بيكون في حد من الحكومه معدي في الطريق التامين بتاعه بيتعامل مع الناس بطريقه مش عايزه مضايقات، يعني انا مش عايزه اخش مع حد في مضايقه. قلت امشي، يعني انا قبليهم بكتير بس انا شايفاهم ورايا. النفق المفروض لنا هعدي منه في حارتين، حاره شمال وحاره يمين. تفكيري على طول ده من الخوف طبعا، مش من الخوف منهم، لا انا خوف ان حد يسالني على رخص. كنتش معاكي رخص ولا ايه؟ العربيه ما فيهاش رخصه، مسحوبه زي ما كانتش عربيتك. لا مش عربيتي. خدت الحاره اليمين، سبت لهم الشمال، المفروض هم هيعدوا منها، مفيش حد طبعا في النفق غيري. بصيت لقيت في عربيه سابت الموكب كله وجت ورا مني، انا في المرايه بس هيسالوني على الرخص. رخص، انا مشكلتي ان حد يسالني على رخص، ما فيش رخصه هقول له ايه؟ في ناس بتبقى بنت حلال، الله يقويكي يقدموني المساعده، في حد مضايقك احنا في الكمين ده، او في ناس بتحاول مثلا ايه ده شغلهم زي امين شرطه، ياخد الرخصه بتاعتي والبطاقه بتاعتي، بيأدي شغل مهامه، بيأدي وظيفته، يوديها للضابط. هات اتفضلي يا حاجه، الله يكون في عونك ويقويكي، انت مثلا مش عارف